النهاردة مجلس الوزراء استهل اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع مياه بغرب سيناء. وجدد مجلس الوزراء تعزيه لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء، مؤكدا أن مثل هذه الحوادث الإرهابية لن تنال من عزيمة الدولة المصرية في استكمال مسيرة البناء والتنمية ومواصلة جهود القضاء على قوى الشر التي تستهدف النيل من استقرار الوطن وتقويض جهود التنمية. كما أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لرجال القوات المسلحة والشرطة في جهودهم المستمرة لاقتلاع جذور الإرهاب، حماية لأمن الوطن والمواطنين وصونا لمقدراته. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذلك خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية. وخلال ترأس اجتماع الحكومة، أشار رئيس الوزراء إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مؤكدا في هذا الصدد أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديريات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، مشيرا إلى أنه يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج بما يضمن استمرار عمل المصانع.